السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أنا اسمي محمد عبد العزيز برهوم، معروف أبو عزيز، عايش هون في مخيم صقلة من حوالي 3 سنين، نازحين من ريف إدلب الجنوبي، وقاعد هون بالمخيم عايش أنا وإخواتي ووالدتي وزوجتي وأقربائي بالمخيم من أكثر من 3 سنوات. حياة صعبة بالمخيمات كتير كتير، يعني بالنسبة للشوب برد، بس رغم كل هالصعوبات لفنا على الجو شوي وقاعدين ونواسي بعضنا نحن وأهلنا وأقربائنا كونوا عايشين نفس المخيم. بقضي أغلب وقتي بهي الخيمة من الصبح للعصر، يعني طبعا من الشمس ما في مكان غير هون بستظل بهذه الخيمة أنا وأهل المخيم. بحكم عملي أنا هو مدير المخيم فإجباري بضل قاعد هون مشان مستقبل المنظمات الفعاليات الخيرية، يعني أي إنسان بيجي على المخيم بيجي لعندي. هون بقعد أنا والشباب بالمخيم، كبار صغار شباب من جيلنا وأكبر، بالليل بنسهر سهرات بنتذكر فيها الضيعة، بنحكي عن الضيعة، عن الأشجار، عن البيوت، إيش صار فينا، إنه إيش قصرنا نازحين، بنحكي مع أقربائنا برا مثلاً إذا حدا عنده أقرباء، يعني هيك بنوضي وقت من الملل، نخفف عبء النزوح عنا شوي، يعني الشغل الحلوة بهالمخيم هون قاعدين إنه أغلب أهالي القرية مجتمعين هون بنفس المخيم نحن وياهم، بنجتمع وياهم النساء بيجتمعوا مع بعضهم. البنات، الأولاد، الرجال الكبيرين، قعدات حلوة بالمخيم، أغلب القعدات هيك كل مع بعضهم. عملنا هيك مثل خيمة صغيرة سقف شادر، هون نطبخ فيها، وهي المونة عندنا هون، هاي الغاز هون، هاي الجرنة دقة جبته معي من الضيعة، نعمل فيه جرنة عاداتنا وتقاليدنا القديمة، بنحب الجرنة. هون عبارة عن مجلة، هون في الكاسات والصحون. هون حمام صغير وغسالة. صحيح لقينا فرق كبير كتير عم وجه ما كنا بالضيعة، مطابخ، حمامات، تواليتات، بس انفرض علينا هون انه نجمعن كلياتن بمكان واحد يعني وصغير، يعني اجباري، ما في امكانيات، ضعيفة جدا جدا عندنا هون. اغلب قعدتي هون بتكون بعد العصر، بعد ما تجي الفيانة هون تروح الشمس، مضي اغلب اوقاتي هون بسقي الزراعي هون. زرعون زارعون هوني، هاي الزريعة نعناع، وهاي من أيام الضيعة، أنا بحب عندي ولع بالزرايع، فهيك زرعتهم هوني في المخيم. كل يوم العصريات بجلس هوني عند الخيمة وبالسلة، وهل أنا والوردات الزرايع هون، وهاي هيك حياتنا عايشين أغلب أوقاتنا هيك عم نمضيها.